شايف ان هو يعني احنا بنفس اللي بنعمله بالقصير المدني ده كله في الاخر بيجي على دماغنا احنا الشعب. يعني القصير المدني احنا هنوقف البلد وهنوقف الانتاج وهنوقف الصناعه وهنوقف كل حاجه. كنت عايز ايه اللي هنستفاده؟ طيب طيب انت يعني القوى السياسيه التي دعت للقصير المدني هل بتثق في قدرتها على الاختيار او على تحديد ايه اللي ممكن يتعمل في الفتره دي؟ يعني غير كده القوى السياسيه كلها مختلفه اليومين دول. انا ملاحظ ان هو في اختلاف حتى في مجلس الشعب. مش قادرين نوصل لقرار واحد نوحد كلمه في حاجه واحده. بس يعني من رايي البسيط ان في العصر المدني ده ما فيش اي حاجه ترد على الشعب. يعني هترد على مين؟ المجلس العسكري يمشي؟ طب ما خلاص ما هيمشي. هنكون مجلس رئاسي مشترك او مجلس رئاسي؟ طب ما اوكي عقبال ما يتعمل عقبال ما القوى السياسيه اللي هي مختلفه اساسا تتفق على مجلس الميعاد للمجلس هيكون الميعاد وصل بتاع الانتخابات. طب احنا محتاجين ايه؟ طيب خلاص خليهم قاعدين وحشين حلوين خليهم قاعدين 3 شهور نختار احنا نركز مع الرئيس اللي احنا محتاجين نجيبه. ده الاهم. انا شايف ده الاهم. يعني الرئيس اللي جاي هو الاهم من اللي احنا بنعمله دلوقتي. ده مش هو ده هيجي مش هيروح في حته. يعني هيجي احنا مش هنسيبه واحنا مش هنسيب البلد ونمشي. احنا قاعدين وهنجيبه بس يجي حد نقدر نحاسبه. في دعوات كتير من قوى سياسيه لعمل قصير مدني وامتناع عن الاعمال والجامعه والكلام الحاجات دي كلها. رايك في ايه؟ ولو انت ما كانش النهارده زي ما بتقول عندك تسجيل جدول كنت هتشارك فيه ولا لا؟ لا من اولا لازم اعرف انا هعمل قصير مدني اللي ايه يعني؟ مثلا احنا كنا عملنا قبل كده في ثوره 19 كان عندنا احتلال. انا اظن ان الاحتلال بالفكره ان احنا ممكن نموت مثلا امشي وسيبني احسن. بس دلوقتي انا البلد مثلا حالها كويس وكده يعني ليه اعمل قصير مدني؟ بعض القوى اللي ابتدعوا القصير المدني بتقول ان ده وسيله ضغط على القوات المسلحه او على المجلس العسكري لتسليم السلطه. المجلس العسكري ما وعد ان هو يسلم السلطه 30 يونيو. الناس عايزين ايه تاني غير كده؟ يعني هو الراجل اللي وعدك بوعد خلاص واكيد هيوفوا بوعده طبعا. طيب انت شايف يعني دعواتهم لمثل هذا العصيان في ظل الاسباب الواهيه اللي انت بتقول عليها ده يعتبر ايه؟ لا هو يعني الناس المفروض يعني مثلا القصير المدني يعني الناس المفروض ما تبقاش قصير مدني. دعوه للانتاج والعمل نحسن الاستقطاب بتاع البلد وكده يعني. طيب اولا كل القوى دلوقتي بقت تفرز وزنها النسبي في الساحه. ماشي هيعملوا عصيان ولكن اثره في الواقع ايه؟ خدت بالك لن يمثل يعني 4%. ماشي ده وزنه ده الوزن النسبي للقوه. في صراعات في اي مجتمع بيتعرض للظروف اللي احنا تعرضنا ليها بيبقى في نوع من ايه صراع. ماشي الامور ماشيه في مجلس التشريع بعد كده في دستور او رئيس قبله او رئيس معاه. اذا الامور ماشيه تبع برنامج. اما التخوف من الجيش او التخوف منه او 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 خوفا من انه يستمر في السلطه او يخرج خروج امن او كل الكلام ده كله كلام. طب نفس القوه دي كانت بتقول خلي الجيش موجود على ما الشباب يعرف يجهز نفسه ولو قعدوا 10 سنين مش عارف يجهز نفسه. لا حرام نفسنا البلد تهدى شويه. طيب ايه مفهومك عن العصيان المدني؟ مفهومي عن العصيان المدني ده هيشل حركه البلد كلها هيوقف الانتاج في البلد. دكتور حسام رجب وكيل كليه التربيه جامعه قناه السويس. طبعا انا النهارده كمان انا خريج كليه العلوم دكتوراه في كليه علوم القاهره فالنهارده بايد ان انا جاي جامعه القاهره عشان اواصل بقيه ابحاثي والكلام. طبعا انا برفض العصيان المدني. يعني انا عايز ان الدنيا تتقدم وان البلد ان احنا نبتدي نشتغل ونتقدم عشان البلد ترقى وتنهض يعني. طيب راي حضرتك في القوى السياسيه التي تدعو للعصيان المدني؟ القوى السياسيه التي تدعو للعصيان المدني ما انا بقول لحضرتك ان انا برفض العصيان المدني. لا انا عايز راي حضرتك في القوى نفسها مش في العصيان المدني كفكره. القوى زي ايه؟ 6 ابريل وائتلافات شباب الثوره وشباب من اجل الحريه. لا انا شايف والله ان احنا عشان نتقدم ان احنا لابد ان احنا نرفض العصيان المدني. مش مأيد انا تدعو العصيان المدني في 11 فبراير ذكرى تنحي الرئيس المخلوق في سنوار. رد فعلك على العصيان وهل لو انت ما كانش عندك حاجه النهارده في الجامعه كنت هتشارك في العصيان المدني ولا لا؟ هقول لك حاجه. انا من رايي يعني متواضع ان انا يعني عن نفسي العصيان ده بيقول ان احنا لو فضلنا قاعدين كده ان البلد اساسا خلاص يعني المرحله لو رحنا مش هنرجع يعني. خلاص وصلنا لمرحلة النهاية يا يعني إما نشتغل ونعدي بالبلد يا إما مش هنعدي.